عايز الله التكفير. شكون يقرا؟ ها؟ ايات حفظتوهم اخر ايات؟ اخر ايات ان الذين يخشون ربهم بالغيب انا واسر قولكم. تفضل اقرا. ايوه أرفع صوت. اسمه. لا نقف على المتحرك. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. مش أو اجهروا به. با. أو اجهروا به. بي. بين الكسر. أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو ألا يعلم من خلق بين النون السكنة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض لكم ضم الشفتين فالضمتين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور بين وإليه النشور نعم ألا يعلم أأمنتم 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 حقق سهل أأمنتم من في السماء ما في السماء يخسف ابدل الهمزة الثانية من في السماء ما في السماء يخسف بكم الأرض من في السماء يخسف من في السماء يا يا ابدلها يا خالصة من في السماء يخسف بكم الأرض بكم الأرض فإذا فإذا هي تمور فإذا هي تمور أم أمن وصلنا هنا نعم واصل وين أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه
بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ بالخصوص حرف الضاد لابد من بين قلش ويقبضا والإضافة ويقبض هي ضاد وليست ضاء ويقبض ويقبض بينهم الساكنين. أعد الآية قلوا أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضهم واصل أم أمنتم ريتها نون خالية من السكون لونها بالأحمر هذيك حكمها الإخفاء مع الغنة حكمها ماذا؟ الإخفاء يعني إخفاء هذا الحرف تماما مع مراعاة الغنة نقول أم أمنتم إخفاء بمعنى نشدها الحرف وندخل هنا في الخزار ونسكرها مع مراعاة الغنة من الأيشو أم أمنتم ما قلوش أم أمنتم اسمع فيك بتقولوا طم ثماش حرف اسمه طو ثم حرف اسمه باللغة العربية اسمه تو أم أمنتم تا تو هكا الضم هكا الضم لا مش طم أم أمنتم من في السماء من في الإخفاء أيضا مع الغنة الإخفاء مع الغنة هكا النون رموش هكاك الشجر والمصحف عملوه في الألوان هكاك هذه كلها أحكام يعني لما ينحيل أي لا حرف مش مشكور وبقى في حكم هذه من في هذيك نون خالية من السكون بعدها فاء حكمها الإخفاء مع الغنة وقتاش نعمل الإخفاء مع الغنة وقت اللي جينا حرف من الحروف اللي مش نذكرها في البيت هذا اللي هو فيها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما هذه 15 حرف وقت اللي يجي حرف منهم بعد النون أو التنوين حكمه الإخفاء مع الغنة أم أمنتم من في السماء واصلين النون وقعت فيها
الإخفاء مع الغنة، لأن بعد أفاء من قال صف ذات لا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقل زد في أو تزد في نون بعدها فاء والإخفاء مع الغنة. قول أم أمنتم من بين أم أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء واصل واصل من في السماء أن يرسل من في السماء لا لا هذا كحفص من في السماء أن يرسل من في السماء أن يرسل لا لا هذا كحفص قل من في السماء هذا حفص نحن نقرأ القلوب من في السماء أن يرسل من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا لا مش حا حا حاصبا الحمرق لا نقول حاصبا حاصبا أن يرسل أن يرسل عليكم حاصبا ربك بالحق مش مفخر حاصبا حا حروف الهجائية قديش كم عددها 28 ومنهم من قال 29 اللي يحسب الهمزة حرف والالف حرف لكن نقول 28 كلها مرقة ما عدا خص ضغط قض الحروف هذه كلها مرقة الا الحروف السبعة خص خاء وصاء ما نقولوش خاء نقولوا خاء نقولوا صاء نقولوا ضاء نقولوا قاء نقولوا ضاء نقولوا ضاء نقولوا غاء السبع حروف هذه مفخمة خص ضغط قرص باقي الحروف الهجائية كلها مراقبة نقول حاء نقولوش حاء حاصبة 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 نعم واصل فسر تتعلمون كيف نذير نذير قولها وراك قرار هكا بالنون الأحمر دلالة على الترقيب قبلها يا فستعلمون كيف نذير علاش رققناها نحن تجاوبش انت علاش رققناها يعني فوق السطور فوق السطور وين السطور ذكرناها المره اللي فاتت هي حرف ميت ابن الجزري قال ورقق الراء اذا ما كسرت ايش معنى اي راء متحركه بالكسر مرقق نجوش نقولوا رجال ما نقولوا رجال ري رقوة قال ورقق الراء إذا ما كسرت هذا القيد لين يعني كل راء مكسورة بتحرك بالكسر مرققة رجال ري ما نقولوش ري ري ورقق الراء إذا ما كسرت هي القيد الثاني كذاك بعد الكسر حيث سكن يعني هي ساكنة وقبلها مكسور مثال ذلك مرية مرية قولوا مرية ولا قولوا مرية علاش بلا مكسور وهي ساكنة ليه كذاك بعد الكسر حيث سكن إن لم تكن من قبل حرف استعلاء هذا قيد واحد ساعات تلقاها الراء قبلها مكسور وهي بعد حرف من حروف الاستعلاء هذه تفخ ولا ترق مرصادة أو فرقة هذه مفخمة لا ترقق علاش قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء حروف الاستعلاء هي اللي ذكرت هيكم خص ضغط القرن تسمى حروف مفخمة وتسمى حروف استعلاء يعني مفخمة نفس الاصطلاح إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا أو كانت الكسرة ليست أصلا بمعنى إذا كان الكسر اللي قبلها ما هوش أصلي وما هوش متصل بها فإنها تفخم جيش نقوله أمير تابو نقوله أمير تابو أمير علاش فخمناها أو بلا مكسور لخطر الكسر هذي ما هوش أصلي الكسر هذي ما هوش أصلي واضح معناتها القيد هنا سكون هنا بسكون ميت وليس سكون حي سكون ميت علاش ميت على خطر ما هوش موجود في المصحف نذير بشير خبير كلها ترقق لأنها سبقت بسكون ميت ما هوش موجود في المصحف وكيقولوا سكون حي يعني موجود في المصحف خير الله كي نقف على كلمة خير نرققها لأنها سبقت بسكون حي موجود في المصحف
أي يلا قول فستعلمون. فستعلمون كيف نذير. اللي بعد وي تفضل اللي بعده. تفضل. ولقد كذب الذين. حق قال ولقد. حروف القلقلة خمسة. فهمنا فهم. وقت يجي حرف أنا مساكن قلقلو. قطب جدد كل حرف يبدأ ساكن قلقلو. أقو أجي أدي أبي أطو. قطب جدد يلا قول ولقد كذب. أركب اللون الأحمر دلالة على القلقلة. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أحسن. أولم يروا. كيف يعرف كل واحد أي. اللي بعد. اللي بعد. أولم يروا إلى الطير. لا تقول يروا يا تولي. أولم يروا يا يا يروا. أولم يروا إلى الطير فوقهم. طيري الراء متحركة بيش. كسر. مرقق ولا مرقق. مرقق. ورقق الراء إذا ما كسر. أي. أولم يروا إلى الطير فوقهم. لا تقول فوقهم. ما عندناش حرف اللغة العربية اسمه فا. عندنا ثا. ثوقا. والقاف مفخمة. فهمنا فا. قلنا خص ضغطا قر. مفخمة. فوقهم. 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 لا تقول فوقهم. هم. فوقهم. هاهو. فوقهم. لا تقول فوقهم. تفتح شفتيك. بشكل يعني مبالغ فيه. لا فوقهم. فوقهم صاد. باقي مش مستوعب مش قاعد نقول. انتبهوا انتبهوا. فوقهم. ما نحبش اللهم ماذا يفلت منكم. فوقهم. لا تقولوا فوقهم كثير. هذا كثير يقرأ هكذا. لا فوقهم. هم كنتم. لا تقول كنتم. مش في باله هم مش ضمة دي. كنتم فوقهم. وهكذا قص عليها. قول فوقهم صا. أظهر الميم. فوقهم صا. لا تقول فوقهم صا. إيش الإخفاء؟ فوقهم صا. أظهرها. فوقهم صا. فوقهم صا. فوقهم صا. أظهرها يا أخي. فوقهم صافات ويقبض. فوقهم. لا تحبس فيها. علاش قول فوقهم؟ حكمها الإظهار. فوقهم صافات ويقبض. فوقهم صافات. رجعت لهم. فوقهم. فوقه. فوقهم. فوقهم صافات. صافات و. التنوين مركب ولا متتابع؟ ها مركب ولا متتابع؟ متتابع. اش معناتها مركب؟ يعني قد قد واحده تحت واحده. هذه متتابع عرفت. ما مش قد قد ما موجودين عندكم في المصحف. ها يعني حكمه ماذا؟ وينهم جماعه يقراوا؟ الادغام. الادغام مع شنو؟ الادغام مع الغنه. مع شكون الادغام فقط؟ الادغام كثير. الإدغام قيده بالغنة. الإدغام مع الغنة. صافات ويقبض. يقول الإدغام مش أقولك صافات ويقبض. هذا إدغام يعني حذفت له الغنة. صافات ويقبض. قولوا صافات ويقبض. قلقل عاد. ويقبض. 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 مش مضبوطة. أي واصلني. ما يمسكهن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء. شيء. اقلص. هكا بصورها لكم. شيء بسيط. هكا التنوين. التنوين شو معناتها؟ كسرتين ولا فتحتين ولا ضمتين؟ هذا يسمى تنوين. التنوين هذا وقت اللي تجي بعده باء من الحروف التسعة وعشرين اللي ذكرناها نقلبوه ميما. أي تنوين سواء كان ضمتين ولا فتحتين ولا كسرتين جي بعده شنو؟ باء. حرف واحد من الحروف التسعة وعشرين نقلبوه مباشرة ميما. وقولوا كما هنا شيء. شيء بصير.
فما توا خرج الظاهرة جديدة يقول لك شيء بصير يفتح شفتين، هو اسمه إقلاب، يعني قل النون أو التنوين إلى ميما، هو اسمه إقلاب، وأنت بتقول شيء بصير، مو كل مرة يظهرون لنا بدعة، سواء كان في الأحكام الشرعية ولا حتى في القرآن دخلت فيها البدعة، حتى أحكام التجويد لم تخلو من البدعة. بتجيب يقول لك شيء بصير يخليك يقول لك خلي فرجة، يوم دي اسمه إقلاب. ابن الجزر يعبر عليه بالقلب، القلب هو قلب حرف بحرف، قلب النون أو التنوين ميما، شيء بصير، اللي يقرأ قدامك شيء بصير فهذا مبتدع، فعلا مبتدع لأنه ابتدع في القرآن، ابتدع في الأحكام التجويدية. من أين لك هذا؟ يقول لك والله سمعت واحد يقرأ ولا ما عند ابن الجزري والإمام الشاطبي هذوما المرجعية في التجويد، إذا ذكر ابن الجزري فهو المحقق، محقق تعرف معناته محقق، يعني هذا من الأصل، يعني الأسانيد كلها اللي ما أخذتها المشايخ سواء كانت في مصر ولا في تونس كلها ترجع له هو، الأسانيد هذه كلها ترجع لابن الجزري. يقول القلب تعريفه يعني قلب النون أو التنوين ميما، ميما من غير ما تقول لي دخل ورقة ولا ستيلو، يقول لك خلي ما يدخل ورقة ولا شنو، شيء بصير، شيء مش شيء بصير، هذا خلل بيكون من ظاهرة جديدة تو، واللي تصدروا تو يقروا في الجمعيات يقروا بالطريقة هذه، لما قولي شيء ب شيء بصير، لا تقول با 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 شيء أو نحن نتفاهم نقول ما خص صدقت نقف فيهم شيء با هيك قول شيء بصير، شيء بصير اللي بعد وين، ونحن نقول ردوا بال، قلنا في أول حصة أن التجويد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض كفاية هو معرفة هذه الغنة والإخفاء والإقلاب والممدود والمقصور، هذه إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن القراءة كما قرأ النبي فرض على كل إنسان، حتى أنت بتقوليش غير 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 لابد أن تقرأ كما قرأ النبي لأنه أمر بالترتيل، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. هما كانوا بفطرتهم يقرؤون القرآن لكن ما يعرفون هذه غنة أو إخفاء أو غير ذلك، هما يقرؤون بفطرتهم يقرؤون لأن القرآن نزل بلغاتهم، ونحن مطالبون بقراءة القرآن كما قرأ النبي، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيل كما عرفه الإمام علي عندما سئل قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني كأنه جعل 50% لمعرفة الغنة والإخفاء والإقلاب والمقصور والقواعد، وجعل 50% للوقف والابتداء.